إليك 9 علامات تشير إلى احتياجك الضروري لتناول الدهون. غالباً ما يتجاهل الناس المشاكل الصحية الصغيرة، ولكن قد تكون هذه المشاكل هي العلامات الأولى التي تشير إلى أنك تحتاج إلى تناول المزيد من الدهون. يمكنني سماعك تتساءل، لماذا أريد أن أستهلك المزيد من الدهون إن كنت أحاول باستمرار إقصائها من نظامي الغذائي؟ ستكتشف الإجابة في لحظة، ولكن أولاً اضغط على زر الاشتراك وشغل الإشعارات لتبقى على الجانب المشرق من الحياة. لا تضر كل الدهون بصحتك وتؤدي إلى السمنة. الدهون الصحية ضرورية لجسمك، فهي تحافظ على أغشية الخلايا وتنقل وتحفز امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون وتحمي أعضائك، ونتيجة لذلك تظل بشرتك وقلبك ودماغك وعيناك وشعرك وأعضاؤك الحيوية الأخرى بصحة جيدة. هناك 3 أنواع من الدهون: الدهون غير المشبعة والدهون المشبعة والدهون المتحولة. الدهون غير المشبعة، وهي الدهون المفيدة والمهمة جدا لصحتك. ببساطة، لا يمكن لجسمك العمل بشكل صحيح عند وجود نقص في هذه الدهون في جسمك. يمكن تقسيم الدهون غير المشبعة إلى مجموعتين: أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة. يمكنك الحصول على الدهون الأحادية غير المشبعة من زيت الزيتون واللوز والكاجو والأفوكادو. أما بالنسبة للدهون المتعددة غير المشبعة، فستجد أحماض أوميجا 3 الدهنية في المأكولات البحرية مثل التونة والأنشوفيز والسلمون والسردين وغيرها من الأطعمة، مثل منتجات الصويا والجوز وبذور الكتان والبيض. يحتوي زيت القرطم ومعظم المكسرات والبذور على أحماض أوميجا 6 الدهنية. كلا الدهون المتعددة غير المشبعة والدهون الأحادية غير المشبعة تخفض نسبة الكوليسترول في دمك عندما تستخدمها بدلاً من الدهون المشبعة في نظامك الغذائي. الدهون المشبعة: لا يمكن اعتبار هذه الدهون صحية على الرغم من أنها ليست خطيرة مثل الدهون غير المشبعة، إلا أن استهلاك كميات كبيرة منها يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم، مما قد يتسبب بمشاكل في القلب. تصبح الدهون المشبعة صلبة في درجة حرارة الغرفة، وفي الوقت الحالي يمكنك العثور عليها في معظم المنتجات التي تتناولها كل يوم. اللحوم، خاصة اللحوم المصنعة والدجاج مع الجلد واللحوم الحمراء مثل لحم الضأن ولحم الخنزير ولحم البقر الدهني. منتجات الألبان مثل الآيس كريم والجبن والحليب والزبدة والكريمة. مصدر آخر للدهون المشبعة هو سمن الطبخ. الدهون الاصطناعية المتحولة، وهي أسوأ أنواع الدهون، فهي تزيد بشكل كبير من مستويات الكوليسترول السيء وتخفض الكوليسترول الجيد، ويؤدي هذا في النهاية إلى أمراض خطيرة في القلب، كما قد تسبب أيضاً التهاباً في جسمك، والذي قد تنتج عنه الإصابة بمرض السكري والسكتات الدماغية وغيرها من الحالات الخطيرة. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي هذا النوع من الدهون إلى زيادة الوزن، حتى لو كان 2% من نسبة السعرات الحرارية التي تستهلكها يومياً يأتي من الدهون غير المشبعة، فإن خطر إصابتك بأمراض القلب يزيد بنسبة 23%. يمكن العثور على الكميات الأكبر من الدهون غير المشبعة في المعجنات المخبوزة التجارية والكوكيز والكعك والأطعمة المقلية في زيت غزير والبيتزا المجمدة وأطعمة الدهن والسمن. كما تحتوي الأطعمة المصنعة مثل الوجبات الخفيفة الدهنية على الدهون غير المشبعة. إذن كيف يحذرك جسمك من أنك تستهلك الكثير من الدهون المشبعة والمتحولة وكمية غير كافية من الدهون الصحية غير المشبعة؟ 1- تشعر بالجوع في الغالب. وفقاً للدكتورة فيليشيا ستولر، وهي أخصائية تغذية مسجلة، فإن الدهون تجعلك ممتلئاً وتزودك بالشبع. إن كنت تأكل ولكنك لا تزال تشعر بالجوع، فتلك علامة واضحة على أنك لا تحصل على ما يكفي من الدهون الصحية. بالإضافة إلى منحك الشعور بالشبع، تقوم الدهون أيضاً بتنظيم شهيتك ومنع الإفراط في الأكل. 2- بشرتك جافة وتبدو شاحبة. إن لاحظت جفاف بشرتك وتقشرها وشعورك بالحكة، فقد تعاني من نقص في الدهون. إن لم يحصل جسمك على الأحماض الدهنية، فقد يصاب بالتهاب الجلد،
والمثير للاهتمام هو أنه بمجرد أن تبدأ في إدراج كمية كافية من أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية في نظامك الغذائي، تصبح بشرتك أقل حساسية للشمس ويخف أي التهاب ناتج عن حب الشباب. 3. تشعر بالبرد في الغالب. قد لا تأكل ما يكفي من الدهون إن كنت تشعر بالبرد باستمرار. الخلايا الدهنية في جسمك هي المسؤولة عن الحفاظ عليك دافئاً وعن توليد الحرارة. هذا هو السبب في أن الأشخاص الذين يملكون كمية قليلة من الدهون في أجسامهم والتي لا يمكنهم تجديدها من نظامهم الغذائي يشتكون من البرد دائماً. 4. تتعب ذهنياً بسرعة كبيرة. إن كنت تعاني من عدم القدرة على التركيز أو مشاكل في الذاكرة أو تشعر بالتعب الذهني خلال اليوم، فقد تحتاج إلى إضافة المزيد من الدهون إلى نظامك الغذائي. ضع بعين الاعتبار تناول المزيد من الأسماك والزيوت والسبانخ. تحتوي هذه المنتجات على أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية، وهي مهمة للوظائف العقلية والإدراكية لجسمك. بالإضافة إلى ذلك، تناول كمية كافية من الدهون الجيدة قد يحميك من الاكتئاب ومرض الزهايمر. 5. لا يمكنك إنقاص الوزن الزائد. قد تبدو هذه كتوصية غامضة، ولكن قد يساعدك تناول المزيد من الدهون الصحية على إنقاص بعض الوزن العنيد. عندما تفكر في الأمر ستجده منطقياً. إن أكلت المزيد من الدهون ستشعر بشبع أكبر وجوع أقل على مدار اليوم، ونتيجة لذلك ستستهلك كمية أقل من الكربوهيدرات. وفقاً لدراسة أجرتها الجمعية الأمريكية للسكري، فإن الحمية الغذائية الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يمتلكون وزناً زائداً حول منطقة الخصر. إذا تناولت المزيد من الدهون المتعددة غير المشبعة سيرتفع معدل الأيض في جسمك. 6. لديك مشاكل في النظر. يمكن لأحماض أوميجا 3 الدهنية مساعدتك على محاربة التنكس البقاعي، وهو السبب الرئيسي لفقدان البصر لدى كبار السن في أمريكا. الأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة من الدهون المتعددة غير المشبعة هم أقل عرضة بنسبة 30% للمعاناة من التنكس البقاعي من أولئك الذين لا يدرجون هذه الدهون في نظامهم الغذائي. إلى جانب حماية عينيك من التنكس البقاعي، تقلل أحماض أوميجا 3 أيضاً من الانزعاج الناجم عن متلازمة العين الجافة، وتساعد حتى في علاج الجلوكوما. 7. لديك مشاكل في الجهاز الهضمي. قلة من الناس من يعلم أن 80% من نظام المناعة موجود في القناة الهضمية. لهذا السبب من المهم الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. توفر الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف والدهون بيئة صحية أكثر في القناة الهضمية، تساعد هذه المكونات الأمعاء على أداء وظائفها، فيما تساعد الدهون الغذائية على الحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم، كما يعزز هذا أيضاً صحة أمعائك. 8. تعاني من نقص في الفيتامينات. قد يحيرك هذا كثيراً، تتناول مكملات الفيتامينات ولكن لا تزال تعاني من نقص في الفيتامينات. الجواب لهذا اللغز بسيط. بعض الفيتامينات مثل فيتامين A, D, E أو K قابلة للذوبان في الدهون، وهذا يعني أن جسمك لا يمكنه امتصاصها إلا إذا تم دمجها مع دهون غذائية. هذا هو السبب في أن هذه المكملات عديمة الفائدة تماماً في حال كان نظامك الغذائي فقيراً في الدهون. 9. تؤلمك مفاصلك. من المرجح أن يشعر الأشخاص الذين يعانون من مفاصل مؤلمة أو التهاب مفاصل بالتحسن إذا أدرجوا المزيد من الدهون الصحية في نظامهم الغذائي. تخفف هذه الدهون أنواعاً مختلفة من الالتهابات، وبالتالي قد تساعد في تخفيف الألم الناجم عن مشاكل المفاصل. وفقاً لجمعية القلب الأمريكية، يمكن لأحماض أوميجا 3 الدهنية تخفيف حدة أعراض تصلب الصباح، كما يمكنها أيضاً تخفيف الألم الناجم عن تورم المفاصل. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الأحماض الدهنية على تحسين تدفق الدم عند ممارسة التمارين البدنية. كما يمكنك أن ترى، لا يعمل جسمك بشكل جيد للغاية إن لم تأكل كمية كافية من الدهون الصحية. انظر إلى الفوائد العديدة التي تزودها هذه الدهون لجسمك. تقوي دماغك، تساعدك على الحفاظ على وزن صحي،
تصنع الهرمونات وتبني أغشية خلايا جسمك، تحارب الجوع وتجعلك تشعر بالشبع لوقت طويل، تحافظ على صحة قلبك، تساعد جسمك على امتصاص العناصر الغذائية والفيتامينات، تحارب الاكتئاب وتجعلك سعيداً. تذكر أنه على الرغم من أن إجمالي استهلاكك للدهون ينبغي أن يكون 30% تقريباً من حصتك اليومية للطاقة، إلا أن الدهون المشبعة يجب ألا تشكل أكثر من 10% من ذلك. يجب عليك الحصول على الباقي من الدهون غير المشبعة. وغني عن القول أنه إن كنت ترغب في الحفاظ على صحتك يجب عليك تجنب الدهون المتحولة تماماً. فيما يلي بعض الأفكار الإبداعية واللذيذة حول كيفية إضافة المزيد من الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي. أضف بعض البذور والمكسرات إلى عصيدة البوريج أو الزبادي أو الميزولي. قم بشواء الخضروات مع زيت الزيتون. استخدم زبدة بذور طبيعية وزبدة البندق، زبدة فول سوداني أو زبدة لوز أو طحينة لتدهنها على الخبز المحمص. أضف البذور والمكسرات إلى سلطتك. تناول المزيد من الأسماك، التونة والسلمون وغيرها من الأسماك الدهنية. استخدم المكسرات والبذور كوجبات خفيفة صحية ومشبعة. استخدم الأفوكادو في السلطة وكدهن على الخبز. في أي شكل تستهلك دهونك الصحية؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه. وتذكر أن تضغط على زر الإعجاب، شارك هذا الفيديو مع أصدقائك، وانضم إلينا على الجانب المشرق من الحياة من خلال الاشتراك في هذه القناة.